حنا النقاش ملي كنجيو نناقشوا هنا قال رانا نستهدفوا رئيس الحكومه. اسيدي خرج من داك القطاع وما نستهدفوش، ما يديرش ربط، ما يديرش اسيدي سلطه المال وسلطه سلطه النفوذ، واسيدي ما يديرش جهاز زواج المال بالسلطه، ما عندنا معاه حتى مشكل. ولكن ما يمكنش انه من 2020 ل 2022 تزادت في القيمه ديالو فوربس من مليار ديال الدولار لجوج مليار ديال الدولار.